اللقاء كان من أجل الاستماع إلى ضحايا اعتداءات جنسية مع الجمعية ديال الدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية. ومن الواجب ديالنا الاستماع، ومن الواجب ديالنا أننا ما نعملوش تراتبية ما بين ضحايا وضحايا. يعني مهما كانت الصفة ديال المعتدي المفترض، ما يمكنش نديروا يعني تراتبية ما بين مختلف الضحايا. وبالتالي كان من الواجب أنني استمعت بمعية مجموعة من الأخوات والإخوان، استمعنا للمعاناة، للآلام، يعني التعبير ديال ضحايا اعتداءات جنسية. وما يمكنليش نقول أكثر، احتراما للقضاء، لأنه الملف مازال أمام القضاء، وأنا عندي الثقة في القضاء المغربي على انه قادر باش فعلا يعني ينصف ويعطي اجوبه لهاد الشكايات وهاد القضايا، يعني ديال الاعتداءات الجنسيه، مهما كانت الصفه ديال المعتدين المفترضين. نتحدثوا مستقبلا على شراكه تعاون بين الجمعيتين، يعني اللي ربما كتقاسمهم نفس الاهداف، نفس التصورات حول كل ما يتعلق بالحريات والاعتداءات الجنسية. يعني المسار ديال مناهضة العنف ضد النساء هو قضى حقق بعض الأشواط، ولكن مازال الطريق طويل جدا، لأنه ما زلنا في مجتمع يعني فيه الاعتداءات الجنسية شيء يعني منتشر، وكيتميز بالسكوت ديال الضحايا. انه الضحايا يعني فقط الارقام الرسميه كتعطينا انه فقط 6% من ضحايا الاعتداءات الجنسيه هما اللي كيشكيو بالاعتداء، وواحد النسبه اقل بكثير عاوتاني هي اللي كيتم الانصاف ديالنا. اذا حنا بالنسبه لنا خصنا نحاربوا هذه الثقافه ديال السكوت، وخصنا نقوموا بكل المجهودات الممكنه من الناحيه القانونيه ومن الناحيه المسطريه، من اجل انه حتى شي شخص داخل المجتمع، نساء او رجال، ما يحس براسو انه يعني محروم من الحمايه، محروم من الامن القضائي، ومن الامن يعني الذاتي والجسدي او النفسي، والامن الاجتماعي بصفه عامه. اذا هذا حققنا خطوات، ومازال قدامنا طريق طويل. وكنظن بانه عندنا ما نعملوا معا مجموعه من الجمعيات اللي كتناظر في هذا المجال، عندنا من الكثير من ديالهم من اجل حمايه كل النساء او كل الافراد من العنف والاعتداءات الجنسيه. شكرا جزيلا. شكرا. جمعيه اول الحريات طلب منهم على اساس التقي بالجمعيه المغربيه لحقوق الضحايا وبضحايا الاعتداءات الجنسيه، خاصه ادم وحفصه الضحايا الناجين. طبعا تم طرح كل ظروف وملابسات تأسيس الجمعية والدافع إلى تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، على اعتبار الخصائص اللي قلنا في المجتمع المغربي على جميع المستويات التشريعية وقانونية، وكذلك خصائص على مستوى اجتماعي وفي المجتمع المدني لاحتضان ضحايا الاعتداءات الجنسية. كذلك وضعنا الجمعية في هذا الإطار اللي كنشكروها زجيل الشكر على استضافة الجمعية المغربية للحقوق، على إيمانها بحقوق ضحايا الاعتداءات الجنسية وبحقهم في كسر جدار الصمت. هناك مشاريع تعاون بين الجمعيات. طبعا هذا هو الهدف ديال اللقاء، استمعت الجمعية للضحايا اللي عبروا على المعاناة ديالهم، واللي طبعا من الأهداف انه غادي يتم التنسيق في اطار واحد الشبكه ديال جمعيات المجتمع المدني اللي مرجعيتها
أساسها حقوقية وأساسا حقوقية في إطار منظومة حقوق الإنسان الكونية، أنه يتم احتضان ضحايا الاعتداءات الجنسية ويتم الحماية ديالهم، ويتم من خلال هذا التشبيك اللي غادي يتم إعطاء المثل أو السماح أو تشجيع ضحايا الاعتداءات الجنسية لأنهم يجهروا بها داخل مجتمعنا، من أجل باش نغدى حنا كجمعية في إطار برنامجنا أننا نشتو مشاريع من أجل الترافع على جميع المستويات للنهوض بحقوق الضحايا والدفاع عليهم ضحايا الاعتداءات الجنسية. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.